عودة العشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. النهاردة إن شاء الله انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة بمشاركة النادي الأهلي. ما هو النادي الأهلي مش بيشارك في كأس العالم للأندية بكرة القدم بس، في رياضات كتير ومنها بطبيعة الحال كرة السلة. البطولة دي بتقام في سنغافورة وهتستمر لغاية يوم 24 من سبتمبر الجاري. طبعا مش محتاج أقول لكم إن هي بطولة مهمة جدا، فهنعوز بقى نتكلم عنها وعن تفاصيلها وعن نظامها وأكيد عن مشاركة النادي الأهلي فيها مع ضيفنا اللي منورنا في هذه الفقرة الأستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي. صباح الفل على حضرتك وعلى الناس. صباح الفل، ازي حضرتك يا استاذ كريم؟ اهلا وسهلا، كله كويس؟ كله زي الفل الحمد لله. طيب انا هبدا معاك عشان برضو الساده المتابعين يبقوا يعني بادين معانا من الاول كده، تاريخ البطوله وتحديدا كم نادي مفروض مشارك فيها هذه النسخه؟ هي البطوله دي النسخه 33 فيها. بدايتها كانت سنه 65، كانت الاول لغايه 2016 كان بتتعمل بين بطل اوروبا وبين بطل امريكا الجنوبيه، بيتعمل زي على غرار نفس اللي كان بيحصل في كره القدم، انه كان بيبقى زمان كانت الانتر كونتيننتال، لان خلي بالك اسم حضرتك بطوله لغايه دلوقتي اسمها انتر كونتيننتال، كاس القارات او كاس العالم للانديه. لما بقى بدا الموضوع يبقى فيه توسع، يعني ما بقتش مقتصر على القارتين دول بس، يعني اللي هم شكلها ونظامها اتغير على مدار كذا مره. على مدار سنوات عديده يعني. الاول كان بتلعب بين بطل اوروبا بين بطل امريكا الجنوبيه مباراه واحده بس، اللي يفوز بيها يبقى خلاص هو شال كاس البطوله. بدا بعد كده يبقى في استحداث للنظام، بدا يدخل انه يبقى صاحب الارض يبقى ليه مقعد. بعد كده الاتحاد الدولي بدا يبقى في تغييرات اصلا، لانه انت المفروض كان بتبقى بطل امريكا مع بطل اوروبا بيلعبوا بعض، كان في مشاكل يعني بين بقيه القارات ملهاش نفس. ما هو بقى ده من ضمن الحاجات اللي بدات تحصل بعد كده. احنا دلوقتي بنتكلم عن المشاركه اللي احنا موجودين فيها، الاهلي بيشارك فيها السنه دي. السنوات اللي فاتت تحديدا اخر سنتين كان بيكون بين اربع فرق بيلعبوا البطوله دي. يعني السنه اللي قبل اللي فاتت كان شارك فيها نادي الزمالك، وكانت اقيمت هنا في مصر على صاله الدكتور حسن مصطفى. في 6 اكتوبر السنه اللي فاتت كان شارك فيها اتحاد المنستيري التونسي، اربع فرق بس. فكان الدنيا اسهل بالنسبه لاي فريق طبعا، انه بمجرد فوزه بمباراه هيعلق ميداليه في كاس العالم للانديه. لكن المشاركه بتاعت الاهلي اعتقد انها اصعب، لان انت كمان دلوقتي بقى عندك خمس فرق غير النادي الاهلي موجودين، بيبقوا متقسمين على مجموعتين. هنتكلم ده اتقلهم كلهم طوال ما فهمش حد يعني قليل، يعني ممكن نبقى بنتكلم على الفرق بس. الاهلي للاسف وقع في مجموعة، أنا من وجهة نظري يعني إنها مجموعة الموت. إحنا لو كنا رحنا المجموعة الثانية كانت الدنيا هتكون إلى حد كبير ألطف شوية بالنسبة لنا. المجموعة الثانية فيها بون الألماني، بون تيليكوم بطل ألمانيا وبطل الصين والمنامة البحريني. لو كنا في أي طرف يعني، شيل أي طرف من دول يعني، سيب حتى بطل أوروبا اللي هو بون تيليكوم الألماني، كان مثلا هو اللي موجود في التصنيف الاول واحنا تاني ومعانا بطل الصين، كنا نقدر نكسب مباراه. طب مجموعتنا احنا بقى مجموعتنا بقى احنا للاسف معانا فريق ايجنت الامريكي اللي هو بطل الجي ليج. الجي ليج ده يعني المسابقه اللي تحت الام بي اي بالظبط، لكن كلهم يعني احنا كنت لسه امبارح ان شاء الله بظبط في الماتش ده. كنت جايب امبارح السكور بتاعهم، عندهم 6 لعيبه فوق ال 2 متر، 2 متر 8، 2 متر 16. ما تقولش ولو قلت احنا مش هنسمح. لا ما احنا كده كده النادي الاهلي برضو عنده 5 لعيبه فوق ال 2 متر من ضمن السكواد بتاعه. عمر تقريبا، عمر عرابي اللي هو عمر طارق، مايكل فكوادي المحترف النيجيري، بس عمر اطول واحد. عمر اطول واحد 2 متر 16. ما شاء الله، فهو وحش يعني عندنا تحت الباسكت، فمن ضمن العناصر المميزه جدا. يعني الاهلي اعتقد ان شاء الله، بص يعني عشان نكون بعد الاداء المنتخب عمله، والمنتخب لما عمل كده كان في عنده 5 من العناصر الاساسيه من ال 12 واحد الاساسيين اللي موجودين في المنتخب، كان في 5 منهم موجودين من النادي الاهلي. كلهم كان لعيبه مهمه ولعيبه مؤثره في قوام المنتخب في كاس العالم. فاللعيبه رايحه بدوافع مختلفه، مش رايحه بدوافع ان احنا اول مشاركه لينا في كاس العالم فرايحين مخضوضين، لا هم رايحين اوريدي مع المنتخب عملوا حاجه، كسبوا الاردن، كسبنا المكسيك، فهم مش رايحين رهبين الموقف. بالاضافه ان بامانه يعني مجلس الاداره وفر والنشاط الرياضي قدروا يوفروا 3 تدعيمات قويه جدا للفرقه.
يعني ممكن نبقى نستعرضها في وسط الكلام يعني. لكن هو ده يعني سريعا كده نبذه عن البطوله وعن الفرق المشاركه اللي موجوده معانا في المجموعه يعني. طب عشان برضو نطمن عن المسابقه والواحد يبقى كده او الجماهير وهي بتسمعنا دلوقتي تبقى عندها امل ان شاء الله ان الاهلي برضو يوصل لرانكينج كويس جدا. مشوار التاهل وفكره برضو لو انا هقارن واتكلم شويه عن نهايه الموسم اللي فات علشان اقدر ابني على موسم جديد، فكلمنا عن الفتره دي برضو. السيزون اللي فات يعني يكاد يكون فرقه الباسكت في النادي الاهلي عملت اداء مميز جدا. قدرنا ان احنا نفوز باربع بطولات من اصل سته، احنا شاركنا خسرنا بطولتين بس وكانوا بطولتين ليهم يعني ظروفهم الخاصه. خسرنا بطوله عربيه بفرق بونت وبظلم تحكيمي، الحكم نفسه طلع بعد المباراه قال اعتذر لإيهاب أمين وللجهاز الفني وقال ان هو يعني في حاجات هو ما خدش باله منها في الجيم. لما راجعها بعد الماتش قال ان انا لو كنت شفت الكلام ده ما كنتش يعني ما كنتش حسبته، بس خلاص يعني سبق السيف العزلي، خلاص الموضوع خلص واحنا خسرنا الماتش. يعني كنا قريبين جدا من احنا نحافظ على اللقب البطوله العربيه. تاني بطوله خسرناها كانت بطوله السوبر، ودي اللي كان حصل فيها حدث يعني كلنا كنا حزنا بسببه، انه كانت سقوط المقصوره بتاعت مش المقصوره، كان زي ستاند كده الناس بتمشي عليه اللي في كان صاله الدكتور حسن مصطفى، وكان على اثره اسلام زكي مشجع نادي الاتحاد كان يعني توفى والله يرحمه. وطبعا الاهلي عمل يعني مبادره رائعه تنم عن مبادئ النادي الاهلي، ان هو يعني قال ان هو مش هيكمل الجيم وهيهدي نادي الاتحاد السكندري لقب البطوله، وانه كده كده لانه كان الاتحاد متفوق في الجيم، بس كان من حق الاهلي ان هو يستكمل المباراه لو كان حابب. لكن نظرا للظروف النفسيه اللي كانت عرض لها الفرقتين، يعني لعيبه الفرقتين نفسهم كان بالنسبه لهم الموضوع يعني حدث تشجيع مجرد حدث، فخلاص يعني نقفل الصفحه وخدوا الكاس، احنا كده كده حتى لو الاهلي كان كسب ما كنتش هيفرح بيه. فخلاص يعني كان الموضوع اتقفل. لكن باستثناء كده كل البطولات اللي احنا شاركنا فيها الموسم اللي فات قدرنا ان احنا نفوز بيها باكتساح، دوري مرتبط، كاس مصر، دوري السوبر، بطوله افريقيا. بطوله افريقيا يعني كان فيها اداء مميز جدا، قدر مستر اوجستي بوس كالعاده ان هو يقدم فيه في البطوله، بياخد كل جيم لوحده. احنا خلصنا هنا مجموعه النيل كان بشكل دراماتيكي، لان احنا برضو بنفس الطريقه يعني الممتع في فريق الباسكت ان هو ما بيخسرش بفروق كبيره. دايما حتى لا قدر الله الاهلي خسر تلاقيه دايما خسران فرق بونت باسكت، يعني ما تلاقيش الفروق بعيده بين الاهلي وبين الفرق المنافسه يعني. وصولا ان احنا لما وصلنا ان احنا نلعب بطوله افريقيا في رواندا، الاهلي مشي المرحله مرحله مرحله في دور الثمانيه، بعد كده سيمي فاينل، بعد كده النهائي، وقدرنا نحفظ. طب احنا اللي كنا بنتكلم عنه من شويه والماتش اللي يخوف هيتلعب النهارده، ماتش الاهلي مع الفريق الامريكي، تعال ناخد فكره كده عن الاجواء بشكل عام عامله ازاي والحاله المعنويه عند كل اللعيبه عامله ازاي. احنا معانا على التليفون دكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره ورئيس بعثه سله النادي الاهلي في سنغافوره. دكتور محمد صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا. عايزين نطمن من حضرتك، واحنا كنا لسه بنتكلم مع ضيفنا العزيز عن ان الماتش النهارده ماتش من الصنف الثقيل، فالحاله المعنويه عامله ازاي؟ مستوى الجاهزيه عند اللعيبه عامله ازاي؟ عايزين نطمن من حضرتك، اتفضل يا فندم. ماتش بكره حضرتك؟ ماتش بكره. هو مش النهارده ماتش الامريكي؟ بكره. لا بكره. بكره ان شاء الله. الساعه 2 الظهر. اوكي. النهارده عندنا التمرين الرئيسي الاخير. اوكي. ان شاء الله البعثه هاديه جدا جدا. اللاعبين منتظمين وملتزمين جدا، الاداريين على اعلى مستوى، والحمد لله الكوتش مطمئن وهادئ، والكابتن محمود بيتصل بينا طول الوقت يطمئن على الفرقه من اول ما وصلنا، والحمد لله كل شيء ترتيب والامور هادئه. تمام، حجم الجاهزيه بتاعنا يتماشى مع حجم ثقل المنافسين اللي احنا هنضطر نقابلهم في مباريات مختلفه؟ الحمد لله الفريق جاهز، ينقصه لاعب واحد يعني تخلف عن الفرقه لاسباب مرضيه، الفرقه مقدره، عارفين طبعا ان فرق المستويات قوي جدا، لكن عندنا امل ان شاء الله ان احنا نمثل تمثيل جيد جدا ونوصل للمركز ان شاء الله، وهم مقدرين المسؤوليه، فان شاء الله ربنا يوفق يبقى فقط توفيق ربنا. ان شاء الله خير باذن الله. احنا كمان متفائلين ومتعشمين ان احنا ان شاء الله
يعني نسعد باداء فريق سله النادي الاهلي ان شاء الله في هذه البطوله اللي بتضم الكبار على مستوى العالم كله. دكتور محمد صباح الهنا على حضرتك طبعا، وهستغل انا وكريم برضه، اهلا بحضرتك، هنستغل برضه وجودك معانا ان احنا نطمن جماهير النادي الاهلي عن فرقتنا تحديدا. احنا شايفين اداء اكثر من رائع في الفتره اللي فاتت والموسم كمان اللي فات تحديدا الاستثنائي على كل الرياضات بصراحه في النادي الاهلي، وده ان دل على شيء يدل على اداره ناجحه وتخطيط ناجح ويعني لعيبه كمان على اعلى مستوى. هل احنا بنتكلم بقى مع بدايه الموسم ان شاء الله الجديد هيكون في برضه تدعيمات مختلفة، هيكون في نظام مختلف؟ خلينا نعرف من حضرتك الرؤية إن شاء الله لموسم يكون بنفس القوة إن لم يكن أفضل. تفضل دكتور محمد. حضرتك عارفة الفرقة الحمد لله بقى لها زي ما حضرتك تفضلتي بقى لها فترة على مستوى ثابت، بطولات جيدة جدا. السنة اللي فاتت ما خسرناش الحمد لله غير البطولة العربية، وحضرتك تعلمي الظروف اللي كانت صحيحة وخسرنا إزاي في المباراة النهائية. غير كده الفرقة منتظمة ومستواها مستقر الحمد لله. مستر روسي راجل هادئ جدا وعلميا وفنيا جيد جدا، لان الفرقه علاقاته طيبه بيهم، قريب منهم، بيحبوه، وهو بيتعامل معاهم بصوره يعني فنيه ومعنويه جيده جدا. عندنا ان شاء الله نرجع القاهره بعديها بايام، نطلع باذن الله الكويت في البطوله العربيه، وبعدها السوبر المصري في البحرين. الجدول معمول و واتفق عليه ومعمول كتاب كل حاجه، كل التفاصيل اللي يعملها بيعملها مع جهاز الفني والاداره. يعني انا شايف زي حضراتكم متفائل في المستوى السابق والحالي ان شاء الله. رائع جدا. اعتقد ان احنا فنيا واداريا مستقرين وكل حاجه مرتبه ان شاء الله. نتمنى توفيق ربنا. باذن الرحمن باذن الرحمن نتمنى كل النجاح والتوفيق، ونشكر حضرتك على وجودك معنا. شكرا جزيلا يا فندم. نشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. صباح الفل على حضرتك. دايما الكلام ايجابي لما بيتقال على اوجستي جوش، وفكره ان هو يعني عنده القدره على حسن التعامل وحسن يعني تجميع يعني فنيه مش على المستوى الشخصي، كله اجمع عليه الحقيقه. بس هو عبقريه مستر اوجستي في شخصيته مش في ادائه الفني. يعني اي كوتش في الدنيا بيصيب وبيخطئ وبيبقى عنده قرارات احيانا ممكن تبقى انت تقول انه كوتش عبقري، واوقات ماشي ما حلفه يعني ما حلفوش التوفيق وما حلفوش الحظ في اختيارات اختيار التدخل السليم، او انه يكون العنصر ده في التوقيت ده يقدر يقدم افضل شيء يعني. لكن مستر اوجستي افضل ما يميزه هو شخصيته، ان هو كل اللعيبه بتحبه وبتخاف منه. مش بتخاف منه يعني انها احترام، لا بس بتحترم جدا انه الراجل جوه الملعب ما بيتهاونش مع حد طول الوقت. انت عنصر من ضمن عناصر التيم، عناصر الفريق، فلازم زمايلك هينجحوا بيك وانت هتنجح بزمايلك. انت بتلعبش لعبه فرديه عشان خاطر هتبقى انت كل حاجه بالنسبه للجيم، لكن انت دلوقتي لازم تبقى تحاول تساعد زمايلك في ده. وده احنا حتى شفناه السنه اللي فاتت، كان عندنا محترف من يعني من ضمن افضل المحترفين اللي جم في تاريخ الدوري المصري، لكن ما قدرش انه ينجح مع الفريق بافضل شكل، كان هو والتر هودج. يعني حدث وحرج، لعيب كاختراقات كتصويبات كصناعه لعب، لكن هو عنده انا عنده اعلى شويه من التيم. لكن لما تم استبداله بتومسون المحترف الامريكي اللي كان موجود معانا السنه اللي قبلها، شفنا اداء مختلف تماما للفريق. حتى اللعيبه نفسها مرتاحه في وجود تومسون، لان هو عنده انكار ذاتي لحد كبير، بيلعب زمايله. فرقه الباسكت فيها ميزه مش موجوده ممكن تكون في بقيه اغلب الالعاب الثانيه، انه انت لو هتتكلم على نجوم تقريبا التيم كله نجوم. يعني عمرو الجندي، ايهاب امين، عمر طارق، عمرو زهران، محمد ابو النصر، لو قعدت تعد هتلاقي ال 12 اسم اصلا كلهم نجوم في الفرقه. فلازم كل واحد فيهم يحس بقدره. ده بعيدا كمان سيف سمير كابتن الفريق، يعني انت انا بقول لحضرتك لو قعدنا نعد الفرقه هتلاقي الفرقه كلها بالطبع نجوم. فما ينفعش ان يكون في واحد بس بيتصدر الشباك والباقي كله بيكونوا بيساعدوا او بيساندوا اللعيب ده. كل واحد فيهم عايز يحس بقدره وعايز يحس بان هو نجم من ضمن نجوم الفريق. فده من ضمن الحاجات اللي كان مستر اوجستي دايما بيشتغل عليها، ان انت كل واحد فيكم ليه دور، هياخد دوره في الوقت اللي انا شايفه مناسب. والراجل فير تماما مع كل اللعيبه، اللعيبه كلها
لما بيبقى طالع وهو قاعد دكه بيبقى عارف انه ده لاحتياج الفريق. انت ممكن تكون خارج في التوقيت ده لان انت قريب من خمسه فاول فممكن تخرج بره الجيم، او ان انت الكيرف الفني بتاعك نزل شويه فلازم تبدا تريح وبعدها تبدا تنزل تاخد فترات تانية من المباراه. فبصراحه مستر اوجستي يعني الراجل ده احنا صفقه يعني صفقه رائعة. مهمه جدا في تاريخ الباسكت الاهلاوي اصلا. فاضل دقيقه تقريبا محمد، فانا بس عايزه اختم بفكره هنا لو تتفق معايا. مؤخرا الرياضات المختلفه ورياضات الصالات وغيره بقى ليها جماهيريه اكبر من الاول واكتر من الاول بشكل كبير، وده اللي فرضته الفرق المختلفه، ولو هتكلم تحديدا كمان النادي الاهلي، من حسن اللعب والبطولات والمشاركات المختلفه، فاصبح عين الناس كمان بقى في متعه يعني متابعه كمان العاب الصالات وغيرها من الالعاب غير بقى كره القدم. ده برضو بتفسره زي ما انا شايفاها فكره ان الاداء من الانديه المختلفه بقى افضل، بقوا يشاركوا اكتر، بقوا يحصلوا على بطولات اكتر، ولا راجع لايه بالظبط؟ طيب يعني ما انا مش عارف بس هتتحسب ازاي، بس يعني كل واحد وليه ممكن يكون شايف الموضوع من نظره. اكيد انا معاكي في وجهه نظرك، لكن من ضمن الحاجات يعني كان في متابعين كتير جدا لالعاب الصالات من فترات طويله، ممكن يكون من 10 سنين ولا حاجه بدا الموضوع ياخد في اخر 3 4 سنين. اهتمام صحفي واعلامي بهذا الشكل ما كانش من ضمن موجود. الحاجات دي عشان الواحد يدي قناه الاهلي السنه اللي فاتت نقلت تقريبا كل ماتشات العاب الصالات طبعا فده من ضمن الحاجات اللي زودت اهتمام الناس، ان انت اوريدي بتتابع الالعاب، بتتابع الفرق، غير انك بتشوف النتيجه، يعني غير ان انت الاهلي النهارده كسب كذا. طب انا ما شفتش الماتش، لكن الماتش اوريدي لما يبقى منقول ماتشات واستوديوهات تحليليه وناس خبراء فانت اوريدي الناس بتتابع وبتشوف ده فعلا وبتقدر انها تقيم، يبقى انت بقى عندك انت حتى لو انت مش متابع العاب الصالات بشكل كامل بيبقى عندك جزء فني، انت حد بيجي يقول لك شوف بقى بص اللعيب ده عمل الستيل ده ازاي، فانت بقى حتى عندك مصطلحات اللعبه نفسها، بقيت عارف انه سرقه الكره اسمها ستيل في الباسكت، الريباوند اللي هو يعني متابعه الكره لو انت الكره خبطت في الباسكت وانت استحوذت عليها بقى، فبقت الناس في الشارع المتابعين في بقى عندها قدر كبير من المعرفه عن عن الالعاب الثانيه. بالظبط محمد نورتنا، نشكرك جدا وان شاء الله لينا لقاء تاني باذن الله قريب. ان شاء الله ربنا يخلي حضرتك. نشوفك على خير باذن الله، واكيد الشكر موصول لحضراتكم على حسن المتابعه، وان شاء الله يتجدد اللقاء يوم الاحد الجاي. بنتمنى لكل حضراتكم ويك اند سعيد. صباح الفل عليكم.